بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغ كومبروند. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرات، طبعا تعينا مع هذه الفقرة رأينا الكلمات المتضمنة ل أغ أغ أف أف أل أوغ واغ. سنكمل مع هذه الجمل. مثلا كما نلاحظون عندنا غوني أمانجي النوف، غوني أمانجي النوف. إذن طبعا عندنا هنا لو فيغ مانجي كونجوغي أو باسي كومبوزي، طبعا كما تلاحظوا بأنه مسبوق بلوكسيليغ أفواغ مصرف في البريزون. هنا حطينا شنو حطينا من بعد منه؟ حطينا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مانجي، وبالتالي حصلنا على واحد الزمان تيتسمى لو باسي كومبوزي للمقصود بالماضي، هو نوع من الماضي. إذن غوني ا مانجي، كيسكي لا مانجي الى مانجي النوف، فوالا سيت النوف. الوغ غوني ا مانجي النوف، إذن غوني انه اكل بيضة. طبعا تنعرفوا بان الكلمات في اللغة الفرنسية ملي تنعملوها في الجمع تنزيدوا لها اس، بحال دابا عندنا هنا لو بيشور، لو بيشور يعني الصياد، تنتكلموا على صياد السمك، فالجمع نقول لي بيشور. هاد لو نضيف لها اس، اذا تنطق لي ثم نضيف اس الخاصة بالجمع. طبعا في الجمل ممكن اننا نضيف للكلمة فقط هاد اس فنحصل على الجمع، لكن بعض الكلمات طبعا بحال كلمة اوف في الجمع ديالها أن تختلف تماما عن هذه الكلمة في المفرد. في الجمع نقول ليزو ليزو وليس ليزوف، ليزو. مثلا كلمة أي، مثلا كلمة أي يعني العين، إذن في الجمع نقول ليزيو. إذن في اللغة الفرنسية هناك بعض الكلمات الجمع ديالها تختلف تماما على المفرد ديالها. إذن عندنا هنا غوني أمانجي أنوف، إذن غوني أنه أكل بيضة. إلي بال، إلي بال، طبعا بال يعني أنه شاحب، إلي بال هو شاحب، المقصود بأنه أصبح شاحب اللون. إل أمال أو كور، إل أمال أو كور، إذن هو مريض، إذن هو عنده سوء كما نقول أو كور يعني في القلب، في القلب، المقصود بأنه يحس بألم في مكان القلب. ممكن تأكل المعدة مثلا ولكن هو يحس بأن قلبه يؤلمه. غوني أ مانجي النوف، إلي بال، إلى مال أو كور. مينا غونتخ دو ليكول أفيك غوني، مينا غونتخ دو ليكول. شوفنا راه ما عندناش مينا غونتخ أ ليكول، عندنا مينا غونتر دو ليكول، إذا عندنا مينا دخلت مينا المدرسة، ماشي إلى المدرسة، المقصود بأن جات من المدرسة ودخلت المنزل. أفيك غوني، مع غوني، مع غوني. مينا غونتر دو ليكول أفيك غوني. إل في نواغ، إل في نواغ، هو يفعل سواد، المقصود بأن الليل أظلم. إل في نواغ، المقصود أنه يفعل سواد. طبعا هاد العبارة، هاد الصيغة إل في، طبعا نستعمل فيها لو فيغ فيغ مع إل. هاد إل كما قلنا فيما سبق لا تعود على شخص، إذن نتكلم هنا عن برونو أن بيرسونيل، كما نقول ضمير غير شخصي، بما معناه أنه تعود على الجو، تعود على الحالة الجوية، تعود على ظروف معينة. نقول مثلا كما سنرى هنا إل فيبو، إل فيبو يعني أنه يفعل جميل، المقصود بأن الجو جميل. إل في نواغ، المقصود بأن الجو مسود، وبالتالي نتكلم هنا عن الليل. كما نقول بأن الليل أظلم أو الحال أظلم. إل في نواغ،
Elle a peur. إذن هي عندها خوف. Elle a peur. هي عندها خوف. Elle a peur. هي عندها خوف. مادام أن الحال أظلم، إذن هي عندها خوف. Mon grand-père est malade. إذن جدي est malade. مريض. Maman a appelé le docteur. إذن أمي نادت. طبعا نتكلم هنا على الverb appeler. نادى. نقول لشخص comment tu t'appelles. كيف أنت تنادى. طبعا في هذه الحالة نتكلم على الverb s'appeler. S'appeler يعني كما نقول نودية أو بمعنى آخر سمية. أما هنا فنتكلم على الverb appeler. Maman a appelé le docteur. إذن أمي نادت على le docteur. Il fait beau. إذن كما رأينا قبل قليل il fait beau. إذن هو يفعل جميل. الجو جميل. L'eau de la mer. L'eau de la mer a une jolie couleur bleue. L'eau de la mer a une jolie couleur bleue. ماء البحر. L'eau de la mer. ماء البحر a une jolie couleur bleue. إذن عنده عنده a نتكلم عن avoir. هو هاد avoir اللي عندنا هنا. Elle a peur. هي عندها خوف. إذن l'eau de la mer ماء البحر a عنده une jolie couleur bleue. إذن عنده لون جميل أزرق. لا كولور هي كلمة مؤنثة. طبعا بلو إذن سنضيف لها أ خاصة بالتأنيث لأننا تنقولو زرقاء. طبعا في اللغة العربية نتكلم عن لون كلمة مذكرة. إذن سنقول لون أزرق. هنا سنقول زرقاء. إذن سنضيف هاد أ. لو ديريكتور veut voir le père de Charles à 6 heures. لو ديريكتور إذن نتكلم عن المدير veut voir يريد رؤية. يريد رؤية. عندنا هنا لو فيرب فولوار. لو فيرب فولوار فعل أرادة. فوار فوار هذا فعل رأى ولكن تيجي بمعنى رؤية أو بمعنى آخر المدير يريد يرى. لو ديريكتور فو فوار. إذن المدير يريد يرى لو بير دو شارل أب شارل أ سيزور أ مع سيس أغ. طبعا سيس إذا أضيفت لها كلمة نقرأها سي. سيزور سيزور. طبعا هاد إكس هاد أش لا تنطق. إذا تكون عندنا هاد لليزون سيزور تتعطينا واحد زيدنا. سيزور أ سيزور مع الساعة السادسة. ثم لو بير دو ميشيل اي دكتور. اي دكتور. لو بير دو ميشيل اي دكتور. إذن اب ميشيل هو دكتور. لو بير دو ريمي اب ريمي اي كوافور. اي كوافور. إذن هو حلاق. لو بير دو ريمي اي كوافور. اب ريمي هو حلاق. لو فاكتور سون. إذن ساعي البريد. ساعي البريد كما نقول أنه يدق مستعملا الجرس. نتكلم هنا على الverb sonner. الverb sonner أنك تستعمل الجرس عندما تدق. إذا لو فاكتور سون. Voici une lettre pour vous. Voici une lettre pour vous madame. Voici une lettre pour vous madame. ها هي رسالة. رسالة pour vous من أجلك. من أجلكم مدام سيداتي. إذن ها هي رسالة لكم سيداتي. إذن كما قلنا روني أ مانجي أن نوف إلي بال. إل أ مال أو كوغ مينا غونتخ دو ليكول أفيك روني. إل في نوار إل أ بوغ مون غران بير إي مالاد مامون أ أبلي لو دوكتور. إل في بو. L'eau de la mer a une jolie couleur bleue. Le directeur veut voir le père de Charles à 6 heures.
Le père de Michel. Le père de Michel est docteur. Le père de Rémi est coiffeur. Le facteur sonne. Voici une lettre pour vous, madame. ثم ننتهي مع هاد المقاطع اللفظية et nous terminons avec des syllabes et des mots. Nous prenons la première syllabe. On a heure, heure, heure. La fleur, la fleur, la fleur. Eul, eul. Tout seul, tout seul. Œuf, œuf. Neuf. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. إذا نستأنف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.